دعونا مشاهدينا الكرام نتحدث إياكم أكثر حول هذه التفاصيل، وأرحب عبر الهاتف بممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي. سيد أسعد، بعد التحية دعنا نتحدث أكثر عن ما يتحدث به بعض يعني الجهات المعنية عن الإيجابية التي قد تعود اليوم على الأسواق الأردنية بعد فتح هذه المعابر بين الأردن وسوريا. أكيد يعني يجب أن يكون في هناك إيجابيات، خاصة أنه إحنا يعني أي بلدين يعني هناك حدود مشتركة بيناتهم، يكون هناك في عمق استراتيجي في التجارة. لذلك إحنا كنا متعودين أنه يعني سوريا هي عمق استراتيجي للبضائع الأردنية، وبنفس الوقت الأردن عمق استراتيجي للبضائع السورية. فلذلك إحنا شفنا وكنا نشاهد أنه البضائع السورية مرحب فيها في الأردن، لأن هذا طابع يعني بنقدر نحكي شحنها سريع، أضواخها واحدة، مادتها سهلة، أسعارها طيبة. هذا كلياته كان في صالح المستهلك الأردني من خلال التبادل التجاري اللي كان يكون فيه بين الأردن وسوريا. نعم، إذا دعنا نتحدث اليوم، هل السلع السورية اليوم ستغرق السوق الأردني؟ يعني اليوم هناك منتجات أردنية بحاجة إلى التسويق والخروج إلى السوق الأردني بشكل كبير، عودة هذه المنتجات السورية كما كانت قبل سنوات عديدة إلى السوق الأردني ألا تغرق أيضا هذا السوق؟ لا، بطبيعة الحال إحنا إذا بدنا نشاهد العدالة والكلام اللي نقدر نحطه يعني في طريقه الصحيح، احنا اليوم بلد مستورد، الاردن بلد مستورد، البضائع بتجينا من الصين ومن تركيا ومن الهند ومن مصر ومن سوريا ومن عدة بلدان. يعني اليوم ما بنقدر نحكي انه راح يصير اغراق اذا فتحنا والله حدود مع سوريا. اليوم البضائع كلها موجوده ومتواجده، خاصه الالبسه والاحذيه والاقمشه. ووضع سوريا اليوم بعد الحرب غير وضعها ما قبل 4 5 سنين او 6 سنين. كان هناك ناتج كبير من الالبسه والقطنيات اللي بتدخل الأردن عبر سوريا. اليوم تعرفي راح يكون في هناك يعني شح في عملية التصنيع داخل سوريا. لذلك أعتقد أنه إغراق، كلمة إغراق لا، صعب راح تكون ضمن هذا المفهوم، لأنه إحنا كمان بالذات يعني إحنا مستوردين وبنستورد جميع هذه الألبسة من خلال بلدان كثيرة. لكن ما يخص سوريا بالذات هي قرب المسافة، واليوم إحنا بنعاني من ارتفاع أسعار الشحن في بلاد الشرق أقصى زي الصين وكوريا والهند وإلى آخره. لذلك نشوف أنه فرصة جيدة أنه ينعكس هذا الأمر على أسعار الألبسة وعملية تخفيض أسعار الألبسة، والناتج هو المستهلك. يعني ينعكس هذا كلياته من سرعة جلب البضاعة أو الأسعار أو الجودة، كلها هذه بتنعكس على المستهلك اللي إحنا دائما نسعى انه نوفر عليه، وبنفس الوقت احنا نقدر نحرك القوه الشرائيه تبعتنا من خلال طلب المستهلك. اما اذا ما تم رفع الاسعار كما بنشاهد يعني الان من دول الشرق اسيويه، الشرق الاقصى الاسيوي زي الهند والصين وكذا، فانا اعتبر انه الاسعار راح تزيد وبنسب يعني راح تكون مش اقل من 15%. اذا سيد اسعد، يعني هناك تساؤلات كثيرة حول تكدس البضائع في الأردن بسبب جائحة كورونا، يعني كان الطلب يعني نوعا ما قليل جدا على الأحذية، الملابس وغيرها أيضا من القطاعات، وجاءت هذه البضائع السورية وأنت تتحدث عن إيجابيات كثيرة، لكن البعض يرى هناك سلبيات قد تكون أكبر على المنتجات المتكدسة في قطاعات كثيرة في الأردن. يعني احنا اذا جينا بدنا ننظر لناحيه الفائده، يعني هلا بين بضائع موجوده وبين بضائع ممكن تشحن من سوريا او بضائع ممكن انها تكون مشحونه من بلدان اخرى، احنا النتيجه هو المواطن والمستهلك. اليوم احنا المواطن والمستهلك بيطلب متطلبات كثيره، اهم شيء يكون عنده السعر منخفض، ثاني شيء تواجد هاي السلعه وعدم انقطاعها، ثالث شيء جوده هذه السلعه. فإحنا كمستوردين وتجار يجب علينا مراعاة هذه الأمور. اليوم إذا إحنا بنعتمد بس على أنه نحكي والله عندنا صناعة، والصناعة لا تكفي إلى تغطية متطلبات هذا المستهلك، أو نيجي نحكي على الجودة والجودة غير موجودة، أو نحكي
على حجم الكم وسرعة جلب هذه البضاعة وهي غير موجودة. اليوم احنا هذا كليات الضرر راح يكون مش بس على التاجر، التاجر صح انه بيعاني من قوة شرائية ضعيفة وبيعاني من عدم وجود سيولة، بس برضو المواطن راح يضطر انه ياخذ أسعار غالية وراح يضطر يكون هناك في نقص في المواد والبضائع إذا ما تم إعطاء حرية للتاجر في جلبها. اليوم الصناعات المحلية احنا طبعا بالعكس، يعني احنا واقفين ورا صناعتنا، واقفين ورا انه يكون صناعتنا في افضل حال، واقفين انه نسوق صناعتنا. يعني احنا كتجار اول واخيرا بنسوق اي سلعه ممكن تكون بايدينا الى المستهلك، فيا ريت بالعكس احنا نتمنى انه الصناعه تبعتنا تزدهر، ونتمنى حتى انه الحكومه تدعم هذه الصناعات لتواجدها داخل الاسواق تبعتنا. احنا مش ضدها ابدا، بالعكس احنا يعني حابين انه نتعامل مع الصناعه ونزيد في عمليه الانتاج ونزيد في عمليه تنوع الاصناف لكي يكون هناك في اشباع نقدر نحكي للاسواق والمستهلك. اما انه لا بنقدر نكون عندنا اشباع ولا بنقدر كمان نجيب بتكون هناك مشكله وبكون المعادله ناقصه. إذا سيد أسعد، فيما يتعلق بأسعار فعليا هذه المنتجات السورية، اليوم نتحدث يعني أن هناك ارتفاع فعليا على كلف الإنتاج في سوريا، هذا بشكل واضح يعني بسبب يعني ضعف العملة السورية، ونتحدث أيضا هناك تضرر كبير لبعض المنشآت في سوريا وهي منشآت صناعية بفعل الحرب، ألا ينعكس ذلك أيضا على أسعار المنتجات في سوريا قد تكون مرتفعة نوعا ما؟ وأنت كنت تتحدث أيضا بإيجابية كبيرة عن أسعار المنتجات السورية في الأردن. حقيقة ممكن أنه أنا أوافق الرأي في عملية أنه قلة الإنتاج يسبب رفع في الأسعار، وهذا شيء يمكن موجود الآن في نقدر نحكي الأسواق السورية، عدم وجود انتاج ضخم يغطي نقدر نحكي التكاليف التشغيليه تبعتهم، ولكن ما زلنا بنشوف انه بالفعل بتيجي بضاعه قاعده من سوريا الى بلدان اخرى افضل من الاسعار اللي ممكن تيجي مثلا من تركيا او من الهند او الصين، لذلك يبقى هناك في نقدر نحكي ايجابيه في عمليه الاستيراد من سوريا، وكما تحدثت قلت لك قرب المسافه بغطي عملية الشحن من ارتفاعها وعملية يكون هناك في غلو بالأسعار من وراء عملية الشحن، هذا واحد. اثنين، السرعة في جلب البضائع حتى لو إن زادت شوية لكن تصل في وقتها، بتصل في حاجة المواطن إلها بالوقت الذي يريد، وحاجة التاجر في تسويقها بالوقت المناسب. نعم، إذا ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن